تربعت الاستثمارات الكويتية في قطاع الاتصالات والمدن اللوجستية والقطاعين المصرفي والمالي على الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن بعد أن وصلت قيمة هذه الاستثمارات لأكثر من 18 مليار دولار أمريكي. إلى التفاصيل. تشير الأرقام والدراسات الاقتصادية إلى أن الاستثمار الكويتي ما زال يتربع على قمة الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن، ليس من خلال الاتساع والحجم فحسب، ولكن لاتساعه من حيث المضمون وتغطيته لكافة قطاعات العمل الاقتصادي في الأردن. فالاستثمارات الكويتية الضخمة خرجت من الإطار التقليدي المحدود لتغطي قطاعات الاتصالات وتتوج كأكبر استثمار عربي وأجنبي في هذا المجال، وقد أعلنت هذا العام عن أكثر من ملياري دولار للاستثمار في التطوير والبنى التحتية في هذا المجال، ما مثل تقديرا أردنيا كبيرا لهذا الاستثمار الكويتي. الكويت عندها خبرة عظيمة وشركات كبيرة عالمية إقليمية نعتز فيها، ممكن أنا تقدم قيمة مضافة إلى المشروع أن الأردن تكون منطقة لوجستية للدول الجوار، فنتأمل بجذب استثمارات أخرى وخصوصا في القطاع اللوجستي والصناعي. من الاتصالات كان النقل والإنشاءات ومطار الملكة علياء الدولي بعمان والعقارات وسوق البورصة والمدن اللوجستية والخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين والمدن الصناعية، حيث توجت هذه القطاعات باستثمارات كويتية ضخمة شكلت عصبا رئيسا للاقتصاد الأردني. إضافة إلى كل ذلك، كانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ميدانا واسعا لاستثمارات كويتية مستفيدة من قوانين المنطقة الخاصة وإعفاءاتها، لتشكل بالفعل قصة نجاح اقتصادية كبيرة على المستوى العربي والعالمي. الاستثمارات الكويتية استثمارات عالية تجاوزت 18 مليار دولار، وهذه تعكس عمق ومتانة هذه العلاقات الثنائية وحرص القيادة السياسية في دولة الكويت بتوجيهات سامية من مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، بأن نعمل على تطوير هذه العلاقات ونعمل ونسعى حقيقة من أجل تطويرها أيضا من الجانب الاستثماري، وهناك عمل استثماري كبير وضخم، وأيضا هناك مشاركة كبيرة أيضا للقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية. تقدير أردني واسع للتواجد الاستثماري الكويتي الكبير على الساحة الأردنية والذي غطى كافة القطاعات الاقتصادية، ما شكل دعما حقيقيا للتنمية الاقتصادية في الأردن. هاني البدري، تلفزيون دولة الكويت، عمان.